السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن داوديشين شرفت له كحرا جن الكينا. عن العوام بن حوشب قال عوام ابن حوشب أيا وحال قوريي إن أويري نزلت مرة حيا مربا محانكو صوت دقي أما أن صوت دقي حافت حافظها كمدة وإلى جانب الحي مقبرة حافت دسلنا عيدنا وحاكويا لي قبو ربدا فلما كان بعد العصر مركي لقاري صلاة عصر ككدب انشق فيها القبر وحاك لدلاعي قبر كمد أه قبوره هالكاسكويا لي فخرج رجل رأسه رأس الحمار كدبنا وحاك الصوت نحبحي نن مدحي سوء أها مدح دمير وجسده جسد إنسان جركيس إنتيس كلنا وحو أها جر بني آدم فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر مركاس بو سدح جير أقيلي سيد الدميركي أوكالي كدبنا قبرقي أياك حرمي فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا مركاس بان أركي هويني وايل أوتيمو أما صوف كلبحينيسا فقالت امرأة ترى تلك العجوز مركاس بي هويني كلي إغتري ما أركيسا وايشاس قلت ما لها مركاس بان كؤري هاي محاكو دعي قالت تلك أم هذا وحيتري وانن كان سيدة دميركي أقيلنا يهو يديسا قلت وما كان قصته مركاس بان كؤري بل إيشيك محي أهيد قصة ديسا كان يشرب الخمر وحيتري وحو أهانجري مد خمر قعبا فإذا راح تقول له أمه مركو صبحي بحيو وحيهو يدي سكو أرانجرتي يا بني اتق الله إلى متى تشرب هذه الخمر ويلكيو ألا كبق إلا قرم أياد عبيسا خمرغان فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار مركاس بو كيري سيدا دميركي أمباد أقيل سامر والبا قالت فمات بعد العصر وحيتري وحو غيريو ذي عصر ككدب قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر وحيتري مروال بعصر ككدب وحال قفرا أما صوت تفتقبري جيسا كل يوم فينهق ثلاث نهقات مال والبا سداس بو سدح جير أييرا أما أقيليا سدا دميركي ثم ينطبق عليه القبر كدبنا وحاد دب اللقضة أما لقو عليا قبر جيسا سبحان الله وحو ألا سبحانه وتعالى عبر قاض شؤ قدقي غير كيسا وحو عين جريه يديسا كدبنا وحو ألا سبحانه وتعالى إساقو ميد أهكو امتحامي وحي أوكو عين جريه يديسا أرنكو أرن آد أوين أو آد أعبسي إيو أرققح بدن هو يدو واقفك كوغو حقني مدى بدن إن أدوانا جسول ساحب الديدا وانا قفك كوغو حقني مدى بدن لما عاملك إيو لدقنك وناكسن إيادون كارا لنقن والله أورين ميسد جنة عرفت هذا نلوش هذا أدون يدو نكوما حقاقي دون طول آن تيدا آخر نكوما راحيسن دون تيد جنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما من مؤمن له أبوان فيصبح وهو محسن إليهما إلا فتح الله له بابين إلى الجنة ولا يسخط عليه واحد منهما فيرضى الله عنه حتى يرضى قيل وإن كان ظالما قال وإن كان ظالما الله كرى لنقضي وحا ابن عباس لقوريي إن أويري مجر قف مؤمن أه أو أي أنوليهين لبدي سوالد أو كدبنا أوا بريستو إساقو وناجستي أو متكود نأوسن أعري سنين إلا وحو ألا سبحانه وتعالى قفكس جنة أغفر لبا البابود رالبون ألا سبحانه وتعالى كنقنية انت أرالق لنا يوالدين تيسا وحالو يري هدو ظالم أها كورا
wuxuu yiri xitaa haddii uu daalim ahaa. Sidoo kale waxaa Wahab ibnu Munabbih laga wariyey in uu yiri إن الله تعالى قال يا موسى وقر والديك فإنه من وقر والديه مددت له في عمره عمرا ووهبت له ولدا يبره ومن عق والديه قصرت عمره ووهبت له ولدا يعقه. وحو الله سبحانه وتعالى نبي موسى كيري يا موسى waalidiintaada ixtiraam oo u baarannimo fal, maxay yeelay qofkii waalidiintiisa u baarannimo fala cimrigiisa ayaan cimri ugu ziyaadiyaa ama aan u barakeeyaa, waxaanna u hibeeyaa ilmo isagana u baarannimo fala. Qofkii waalidiintiisa ku caasiyana cimrigiisa ayaan gaabiyaa oo aan barakada ayaan ka qaadaa, waxaanna u hibeeyaa ilmo isagana ku caasiyaa. Sidoo kale Kacabna wuxuu yiri walladii nafsii biyadih in allaha layucajilu xiina alcabdi idaa kaana caaqan liwaalidayh layucajilu lahu alcadaab wa ina allaha layaziidu fii cumri alcabdi idaa kaana baaran biwaalidayh layaziidu baran wa khayra. Allaha naftayda ay gacantiisa ku jirto ayaan ku dhaartaye wuxuu Alle subxaanahu watacaalaa addoonka u soo dedejiyaa cimrigiisa haddii uu ku caasiyo waalidiintiisa, wuxuuna u soo dedejiyaa cadaabka. Sidoo kale wuxuu Alle subxaanahu watacaalaa addoonka u ziyaadiyaa cimrigiisa haddii uu u barri noqdo waalidiintiisa, wuxuuna u ziyaadiyaa baarinimada iyo khayrka. Sidoo kale wuxuu Alle subxaanahu watacaalaa suuratu lisraa dhexdeeda ku yiri waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana imaa yablughanna cindaka alkibra axaduhuma aw kilaahuma falaa taqul lahuma uffin walaa tanharhuma waqul lahuma qawlan kariima. Insaan yahow wuxuu Rabbigaaga subxaanahu watacaalaa ku amray oo kugu waajib yeelay in aad isaga keliya ama u keliyeesho cibaadada oo aadan cidna la wadaajinin. Sidoo kale wuxuu ku faray in aad u baarinimo fasho hooyadaada iyo aabbahaaga, gaar ahaanna marka ay duqoobaan oo ay waayeeloobaan. Ha dhibsanin oo culays ha u arkin arrin aad kala kulanto midkooda ama labadooda, hana maqashiinin hadal xun xitaa ufbaha ku oranin, taasoo ka mid ah kuwa ugu hooseeya hadallada xunxun. Hana ku samaynin ficil xun, balse u dhimri mar walbana waxaad ku tiraahdaa hadal jilicsan oo toosan oo naxariis ay ku dheehan tahay. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Una raarici garbahaaga oo u jilcanow oo naxariis u muuji, Rabbigaagana u bari oo ugu duceey in uu ugu naxariisto naxariis ballaaran inta ay nool yihiin iyo marka ay dhintaan kadibba, sida ay iyaguba ugu sabreen tarbiyeentaada adigoo canug mujuq ah oo aanan xeelad iyo tabar midna aanan lahayn. Ibnu Cabbaasna Allaha ka raali noqdee wuxuu yiri aljannatu taxta aqdaami alummahaat man shi'na adkhalna wa man shi'na akhrajan. Wuxuu yiri jannadu waxay ku taallaa hooyooyinka cagahooda hoostooda, qofkay doonaan bay geliyaan, qofkay doonaanna way ka saaraan. Xadiiskan inkastoo uu lafdi ahaan daciif yahay, sanadkiisa oo aanan nabiga sallallahu calayhi wasallam loo tiirinin awgii, haddana micno ahaan waa mid saxiix ah, maxaa yeelay waxaa jiraan aayado qur'aanka ka mid ah iyo axaadiis saxiix ah oo muujinaya isla micnahan oo kale. Axaadiista saxiixa ah kuwooda xadiiskan lafdigiisa ugu dhowna waxaa ka mid ah wixii ku soo arooray xadiiskii Mucaawiyata ibnu Jaahima wuxuu sheegay in uu u tagay nabiga sallallahu calayhi wasallam oo uu ku yiri yaa rasuulallah aradtu an aqzu wa ji'tu astashiiruk
فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال فلزمها فإن الجنة تحت رجليها. وحيري رسولك إلهيو وحان دونيا إن أن كل الدولة أن جهاد أبحو وحان نكوغ إمد سي أن كل تشادو. مركز بو نبي صلى الله عليه وسلم كيري هو يدا من نوشهي. وحيري ها وحو كيري إيدا لازم أو أخد مي جند وحي كجرتا لغة هذا هوستودا. حديث كان وحديث صحيح آه. فاللهم جعلنا بارين بوالدينا مخلصين لهما قائمين على طاعتك تجاههما، ونعوذ بك ربنا من عقوق الوالدين. اللهم بارك لنا في والدينا وارحمهما يا ربنا كما ربيانا صغارا، واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات، وأحسن خاتمتنا أجمعين برحمتك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.